بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على اختبار الريب اي بي بي ريب 650 ريلي هنا في المحطه بتاعت السجن، مستعمل في كيبل ديفرنشال كيبل تيل ديفرنشال بروتكشن، شغال برضو بسيتا سوبر فيجن ريلي. طبعا اي بي بي من ألذ الريليهات الواحد ممكن يشتغل عليها في الدنيا وابسطها واكثر تعليما وتثقيفا من اي ريلي تاني حقير. ريلي بيوريك كل حاجه بتبان قدامك واضحه وصريحه بدون لف ودوران، وشوف ممكن تشوف كل الفانكشنز وهي شغاله اونلاين كمان وتعمل كل اللي نفسك فيه. جيت تواصل مع الريلي الاول لازم يكون عندك بي سي ام 600 طبعا في اخر اصدارات توبون 7 لاخر اصدار لي، بتنزل الكونكتيفيتي باكج بتاعه الريب باك، اتنزل داتا من ديول بتاعته او الكونكتيفيتي الخاصه بالريلي فيرجن بتاعك اللي هنا عندي 1.3. بعد كده بتخلي الاي بي بتاعك اي بي ادرس بتاع النتورك بتاعتك انت شبه الاي بي ادرس بتاع ريلي، يعني مثلا ريلي عندي هنا بتخش على الاي بي عشان تجيبه، بتخش على الكوميونيكيشن والكوميونيكيشن بتخش على حاجة اسمها الايثرنت والايثرنت قص اي بي تي سي اي تي سي بي اي بي، بعد كده بتخش عليها وتكونفيجر الاي بي اللي انت عايزه. طبعا انت بتسيبه ديفولت زي ما جاي من المصنع او تغيره مثلا. هل انت المفروض هنا تغير تحط مثلا 10، هو مثلا الريلي عندك 10.1.150.3 تحط انت 10.1.150.10 مثلا، بس بيكون نفس الرينج ونفس الاكستنشن تقريبا بس، وتعمل له اوكي تبدا تخش وتشتغل. طبعا عشان تشتغل اول حاجه تعمل كده واحده واحده، تعمل تريح عندك حاجه خالص بالبي سي ام، تعمل كليك يمين، بعد كده بتروح على بس بار بروتكشن او حتى ما يسموه لك طبعا، بتعمل اونلاين كونفيجريشن. طبعا انا عندي البي سي ام ده عامله سيميوليشن، ان عندي البي سي ام حاطه على لاب تاني وشغال الناحيه التانيه، ان طبعا هما الاثنين لان، فانا ما بحبش اشتغل الاثنين لان على لابتوب واحد، لازم يكون معايا اثنين لابتوب، واحد خاص بالاوميكرون وواحد خاص بالريلي. فانت تعمل اونلاين كونفيجريشن، تعمل سيميوليشن بس ان بتاع معاك ده، هنا بتحط بقى الايه الاي بي بتاع الريلي نفسه، تعمل نيكست. بعد ما تعمل نيكست تعمل سكان ورن سكان، تعمل فينيش يخلص، بعد ما تعمل كليك ريد يطلع لك الريلي بالشكل الحلو ده خلاص. بتخش على الكونفيجريشن بتاعه، الكونفيجريشن ده الحقيقه كونفيجر بتاعت الريلي نفسه، يعني السي تي والفي تي والتايم والباور سيستم بجد كلها واحده واحده مع بعض. ده الباينري انبوت بتاعك، باينري انبوت باينري اوتبوت، بس ما تيجي تشتغل انت ممكن تعمل كده عشان تشوف جميع البارامتر بتاعت الريلي نفسه. تقول له بارامتر سيتنج، شغل اوميكرون بالمرة، فتح لك البارامتر سيتنج، بقى هتعمل كونفيجريشن ابلكيشن كونفيجريشن عامل زي البي اس ال في المايكوم، برغم ان الاي بي هو الاساس يعني، يفضل هبلة دي ملهاش لازمة. نشوف المعلم ده مشتغلش اكيد، ما علينا. طبعا ريلي جاي من اي بي بي بالشكل ده بالكونفيجر بتاعه وكل حاجه مظبوطه تقريبا، كل اللي انت هتعمله هتخش وتتاكد بس من الاكتف سيتنج جروب عندك، يا جروب كام اكتف سيتنج جروب عندك، جروب 1 طبعا، تسيبك من التايم ده صوته من الريلي مباشرة، باور برايمري فاليو عندك هنا 60 هرتز، دي بس لما صداع ده بس يبطل.
بقى ما تأكدنا من الاكتيفنج روم، متأكد بقى بالبرايمري فاليو عندي اللي هي فيها اول حاجة الفريكونسي، حط الفريكونسي وبعد كده جلوبال بيز اللي هو البرايمري فاليو عندك. ها ميتنج روم سكيكو ميتنج روم نو نو وذ سي اس دي دي كارنت سورس والفولتج سورس عندي نفس نظام الجي اي كارنت سورس فولتج سورس مثلا سورس 1 سورس 2 سورس 3 انتل سورس 6 انا مستعمل سورس 1 سورس 2 بس فانا مستعمل سورس 1 حاطط البرايمري بتاعها 132 على 1200 بسيب ده كلام فارغ مش هتعرف صفر مالهاش لازمه. خلي بالك من الناحيه الثانيه بقى السورس 2 انا مستعمله في سيست سوبر فيجن، هو ريكومند في سيست سوبر فيجن كل سيتي 1:1 خلاف جد قوي 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 لانها هتظبط معاك في السيت سوبرفيجن تيست از مان والريكومنديشن لازم يكون السيت بتاعك 1:1 عشان هو مش محتاجه اصلا كريشيو خلاص. فترجع للمانوال هتلاقي مكتوب الكلام ده بالتفصيل. The city input is for being displayed high impedance of central protection for HZBDRF shall be set to half ratio to have ratio 1:1 معاك دي عشان ده هتظبطها عندك عشان هنشتغل دلوقتي. لا حرقك جاي معلش على المزرعة اللي احنا شغالين فيها حاجه نيله خالص. هو بقول لك هنا الكلام ده في المانوال ترتجع لي صفحه 72 من 284 اللي هو تقريبا التكنيكال مانوال او الابلكيشن مانوال. ده الكلام ده فيها على طول بيشرح لك نظريه ازاي هي تشتغل عشان برضو اشرحها وهي شغال عشان ما توش مني. بس ده اول حاجه عملناها دي واحده نعمل جلوبال بيز فاليو 172 by 1200 and 132 1 خلاص. إذا نحط بقى الريشو عندنا في هود هاردوير كونفيجريشن ترمينيشن هذه نحط الريشو بتاعتك سكندري وبرايمري عندي هنا التيار سكندري 1 وبرايمري 1200 سكندري بنص دي ال كرنت ما دخل للهاي بين الدفرنشال ريلي ده السكيم بتاعه عشان الدفرين مع بعض يعني واضحة. ده الكونكشن سكيم بتاع السي تي سيركت عندك. السي تي بيخش طبعا ده الديفرنشال واحد في الجانتري واحد عندك في مدخل الجايس بيخشوا عندك على شانت ريزيستور ده اللي فيها اللعبة كله وبعد كده على سيريز ريزيستور ودي خاصة بالسي تي سوبر فيجن عندك السيريز ريزيستور وادي على الشانت ريزيستور خاصة بالكومبنسيشن او البالانس او الادجستابل للديفرنشال بروتكشن. تخش على الكور بتاع السي تي الكور ده خاص ب ستيب 1 اوفر كارنت سي تي ديفرنشال اي تي 7 سي. بقى تخش على السي تي الخاص بال سي تي سوبر فيجن والضبطيه بتاعته بتتم من خلال الريزيستور مع ده او مع الجهد الريكوايرد اللي هو بيسموه الفولت. عشان اشرحها واحدة واحدة بتروح للمانوال بيقول لك دلوقتي دي الجهد الضبطية بتاعت الجهد بتاعتك مثلا هتظبطها على كام. لازم تاخد البارامتر دي كلها في الحسبان بعد كده البي اي دي دي القيمة دي ومستسيل القيمة بتظبط المقاومة بتظبط ستيج بتاع الطيارة مفهومة صح؟ نفهمها واحدة واحدة لما نيجي نشتغل هنا 1200 1200 1200 1200 ده السي تي بتاع السي سوبر فيجن
واحد على واحد كان المفروض جاي مظبوط من المصنع، لو مش مظبوط بتظبطه عشان مش ممكن تشتغل معاك. يا واحدة تخلص من الجزء ده. خش على حاجة اسمها عن الديفاير، بتكتب فيها بيانات اللي بتاعك. دي الايدنتيفاير، تكتب فيها البيانات بتاعتك. بالنسبة لي انا الفضل دو ستيشن نمبر 8281 زفت اوبجكت نيم I02.2 اوبجكت نمبر يونيت نيم R02.2 يونيت نمبر كلام فارغ ملوش لازمة. دي برامج الايدنتيفيكيشن بتاعت الفيدر بتاعك. ممكن تعمل موديول ريفرنس تشانل نمبر بص يا سيدي، هنا بيبدأ تظبط الليد كونفجريشن بتاعك وتعمل لها اصلا انجوب او مسمياتها. بس هنا بدي مسمي الليد، بتسمي الليد وبتتحكم في نانا فولو ولا تشد ولا ايه بالظبط، اللي هي الانالوج اللي هو اتش ام اي والليد زي الاي بي العادي خالص. الارم جروب اللي ده تسميها وتتأكد ان هي فولو ولا لا تشد عادي خالص. طبعا عشان اشتغل تيستنج مظبوط عشان ما يعملش رخام عندي بعمل الليدات كلها فولو اللي انا هشتغل عليها اللي هي بتاعت البيك اب. طبعا انا شغال على بي سي ام تاني في لابتوب تاني لكن فاتح نفس الصفحة اللي انا شغال عليها. بعمل بيك اب فيز بي بيكي فيز ار واي بي بعملهم فولو هو 785 سي تي شورتد تريب 87 سي تريب باخدها برضك فولو اللي هي لوت 2 ريد خلاص. عاوز اشوفها بقى هنا موجوده، هنا بتشوفهم هنا تقدر تتحكم فيها. شايف هنا اللي شكلها حلو يعني شكلها مبقلص مبقلص شويه عن قبل كده بتاعت قبل كده حاجة صغنونة خالص كده. انت ممكن تسميها هنا على طول مباشرة او تسميها من هنا سيان اتنين وممكن تظبط فيها زي ما انت عايز. دي تريب عندك هنا تريب وعندك لوك اوت زي ما هنا مثلا هنا اوبن سيتي الارم هنا الارم داخل التاني وبا الارم داخل هنا يبقى بوبا تريب. عندك يولو عندك جرين ممكن برضك داخل الاخير ده يبقى جرين. عندك ممكن تكون فيجر زي ما انت عايز تلعب زي ما انت عايز في الليدات تغير الوانها واشكالها حسب ما داخلها. خلاص كده عملت الفول اللي انا عايزه عشان تشتغل بقى في الريلي كده. خلاص خلاص تخش بقى على الريلي المفيد بالنسبة لك. انالوج موديولز سي فيز انالوج موديول سي تي سوبر فيجن. خلصنا احنا الكلام ده سو ماشين معايا بس انالوج موديول سي تي سوبر فيجن. هنا بحدد له سيبات سوبر فيجن هياخد من سورس كام زي ما قلت لك السورسات دي. من هنا بقول له كريب لوبال بيز سيل 2 خلاص. هو الباس بار سي تي بياخد من جلوبال بيز 1 مظبوط اللي هو ده ياخد من بيز 1 خلاص كده. الصوص بتاعك حاطط ست ريشيو والبيت والبيت ريشيو طبعا هنا مفيش بي تي. هاي امبيدنس بروتكشن ده اللي هو السوبر فيز اللي هو الهاي امبيدنس ديفرنشال بروتكشن. هو اسمه كده هاي امبيدنس بس انا مش حابب اللفظ.
هو بسموه ديفرنشيت كارنت او ديفرنشال كارنت، ده اللفظ اللي بيكون الانسب ليه انه شغال بالكارنت مش بالهاي امبيدنس. فكل واحد بيحب المسمى على مزاجه يعني. فانا دلوقتي هنا بحطه نون دايركشنال، ممكن اعمله اوف الاول عشان اختبره بعدين. خلاص اوف. عندك هنا من ستيب 1 لستيب 4 اوفر كان ستيج 1 هاي ستيج، اسمه بسموه اللو ستيج هاي ستيج والانستنت ناس، ممكن تظبط زي ما انت عايز في الستيبات دي. انا هختبر ستيب واحده والتانيين زيها لو انت عايز تعمل. سي سوبرفيجن دي الفانكشن التانية اللي شغال فيها يعني، ده في اتنين فانكشن، في سوبرفيجن خاصة بيه ومش محتاج سوبرفيجن بالخلية، وهو شغال هاي امبيدنس بروتكشن او ديفرنشال كارنت بروتكشن. فهنا طبعا دي فازة فازة. عندي انا هنا اون، عندي هنا 100، خلي بالك قيمة المقاومة 100 دي هي فاينل سيتنج، ف 100 وعندي جوه 90 يبقى طيار اللي هيشتغل كام؟ 0.9. حلو تمام، يبقى اي بيساوي في على ار بيساوي 0.9، يبقى انت هتحن 0.9 عشان يشتغل معاك الريلي. الشغال مش شغال جهد، مش زي السوبرفيجن العادي. خلاص نفهم دي عشان دي ايه بالتكة في الريلي، مشغال كارنت زيه زي الديفرنشال كارنت. ده الشغل الجديد ليه هما بيتجهوا للديفرنشال كارنت، لان الديفرنشال كارنت ما بيعتمدش على الحاجة اسمها الماجنتيزيشن كاركترستيك للسي تي غير الهاي امبيدنس. الهاي امبيدنس لازم يكون الماجنتيزيشن كاركترستيك، الاستهات الموصلة مع بعض لازم يكون زي بعض. هو بيتجنب بقى الدربكة دي كلها، لان تعرف المغناطة في السي تي بتعتمد على التصنيع، فمهما يحاول في ايرور برضه. لكن لو اشتغل بالطيار بتجنب النقطة دي، والعملية سنسيتيفيتي واكيوريسي وكامل فارغ المسموع دي كلها. خلاص بعمل انا الكلام ده، دول اتنين فانكشن مشتغلوا مع ريلي. طيب عشان تشتغل بقى وتاخد البيك اب ودروب اوف بتاعك والتايمنج والحاجات الحلوه دي، تروح على الباينري اوت بوت نزقه جريئه كده بتشوف الرقم بتاع. انا عندي هنا كنت واخد بي او 3 بي او 7. خلي بالك الـ طبعا انا بشرح في مكان تاني خالص معلش. ده الهاي امبيدنس ديفرنشال ريلي تاني، ايمن ديفرنشال ريلي نون دايركشنال، خلاها اوف ماشي. وهو معلش بفتح سي بي ده سيتي سوبرفيجن الكلام انا اتكلمت فيه، وتفتح كده بيجيلك اون 190، تحط التايم ديلي صفر او زي ما انت عايز تحطه. خلاص بعد كده كده بحكي لك على 90 على 100.9. طيب هنروح بقى لكونفيجريشن حاجه لذيذه دي، تروح على الباينري او البوت وتروح على اتنين كونتاكت تعملهم انت كاسبير كمسبير قبل كده، تاخدهم بالشكل ده. حلو. فانا بروح الاول الفانكشن دي، واحد فين فانكشن اهي دي مثلا، وشوف الخارج بتاعها اسمه ايه، 7C trip زي الفل مش محتاج اعملها modification. ودي نفس النظام، هو بقى المعلم مجمعهم بعد كده. خلي بالك انت تروح بقى دي شوف مشوارها كده تطلع راحة فين هنا بقى مجمعها. انا ضفت الحتة الصغيرة دي بس في السوبرفيجن على الارض واخدتها دخلتها على اللاتش دي وعملها دي او الكلام لها بلداب ديلي باللي هو عايزه، وايه تطلع بره بالشكل ده. طيب ماشي، بس هعملها في اللابتوب التاني دي واحدة كرام تريب زي الفل. ما اخد كوي بيست هو من السيتنج ده مش بقى ان ده ما ينفعش اشتغل على الاثنين، فبشتغل على ناحية اتنين لابتوب. اوفا حالتها حلوة الحمد لله يعني، مسلمات اتنين لابتوب مش عارف كانت فين وهي بتعمل الحركة دي، شكلهم ياخدهم قريب يعني. المهم سيتي سوبر فيجن ده انا بعملها الناحية التانية، انا شغال جديد اصلا تعدل التانية.
ايوه شغل الاي بي بي لذيذ خالص كده في الكونفيجريشن بتاعه، حاجات حلوه خالص. نروح الباينري ايه وبوت واعمل الكونتاكتين دول اللي انا عملتهم. انا عندي تقريبا فولس وفولس في الاول، بمسحهم خالص، بمسح القصد اللي داخل عليه الفولس ده. استظرف راجل بتاع المصنع يعني جابها لي فولس، ما علينا. لازم طوره كان بيبقى ابيض خالص قبل كده. 7 سي تريب اول حاجه، كونتاكت 7 بي او 3، كونتاكت 8 بي او 3 برضو. من عندك هو موزع هنا جزمه بي اس ام، بعد كده بي او 3، بعد كده بي 4، بتعد من فوق لتحت 1 2 3 4 5 7 8 9. فهتلاقي عندك 9 في البي او 3، وعندك مش عارف كام في البي او 4، وعندك في كام مش عارف بي اس ام. فتعدهم كده في الجداول، هوريها لك لو في هوريها لك في المانوال دلوقتي لو عايز تشوفها. سيتي والله صعب عند السيتنج ده، هو اوريدي سريع جدا في الارسال والاستقبال، دي ميزته برضه، سريع جدا في الارسال والاستقبال. خلاص خلصت، وبيبعت كمان والسيتنج مفتوح، مش شرط يعني تقفل له السيتنج. لذيذة خالص يعني، لانه السيتنج مفتوح كده ممكن تعمل له كليك يمين وسند وكل حاجة زي الصاروخ. ده اللي هو ابديت طبعا. ده هو مش ابديت دي، يبقى معاك ربنا لازم تقفل وتشقلب زي زمان. تمام، وعندك الهوت فيكس موجود ولا بيفصل شحن. خلاص كده بقى ابسط ما يمكن. الريلي اهوت عاوز اشوفه يعني، شوف شكله الحلو، الكونتاكت بتاعته بالشكل الحلو ده. هو رصاص لك الاوتبوت كونتاكت، دي الانبوت كونتاكت، ده السي تي سيركت بتاعتك، ده الاوتبوت كونتاكت تقريبا. شد البي اس ام كونتاكت، عدها من فوق 1 2 3 وانت ماشي كده نازل كده زي الشاطر. لو عندك ده البي او، ده البي او 3 اهو، 1 2 3 تعدهم كده واربعة. المهم عشان تشتغل تيستنج للريلي ده تعمل باينر انبوت باينر اوتبوت باينر انبوت، شغل اهبل طبعا. الامور بتاعت بوزيتيف على باينر انبوت، وشوفوا على الريلي من هنا تعمل كليك يمين وتعمل موترنج سيجنال موترنج، تفتح معاك ممكن تشوف الباينر انبوت والباينر اوتبوت والاوتبوت والدنيا كلها تشوفها. الاول بوت دي بتروح مع حاجه اسمها تيست مود، الاول تعمله تفعل تيست، بعد كده تيست مش تيست مود، تيست مود تعمل اون، بعد كده تسيف، بعد كده تطلع، بعد كده تشغل مال فورس. دي اشاره بسيطه يعني، فورس تشغل بين الانبوت بين الاوت بوت بين الاوت اللي عايزها، بقى تعمل لها 1 او 0 وتشيك مع الويتنس واحده واحده كده، لو هو يختار معاك الحاجه العبيطه دي. طيب نخش بقى في اختباره. طبعا انا اول ضبطيه زي ما قلت 90، خلاص انا هنا بس هظبط شوية حاجات صغيرة بس قبل ما ابدأ اختبار. خد اخد مترنج الاول عشان اتأكد ان الريلي بتاعي شغال. بروح انا على ال سيجنال موترنج، نظبط ده الاول بأبسط ما يمكن. ادي بين 1 ده، انا هنا مسميه تي 7 سي سي تريب، وهنا عندنا سي تي الارض، ده الاتنين كونتاكتين اللي انا خدتهم. اقول اوكي عشان اعرف اشتغل ازاي. المعلم زعلان، ما
اظبط الكونتاكت تاني داخل على الاوميكرون المونتيميتر طبعا ظمر وصدعني. بس دي واحدة بس اديله بس حاجة كده ازغزغه اتاكد ان سكه المسار السي تي بتاعي مظبوطه. بس يحمل الناحيه التانيه ونحقله ونشوف. ندي اهم حاجه نشوف الاوفرلود. تمام اشتغل عندي بالار 120 امبير مع سيتي ريشو بقى مظبوطة. كانت السكرة المصارة مظبوط. زغزغنا ريلي نبدأ بقى ان ايه نخش في التستنج بتاع سيتي سوبر فيجن الاول. انا ظبطته لما قلت 190 بوينت ناين يبقى دي بوينت ناين هتعمل بيك اب او خليها صفر الاول. ده ماجنت هو بوينت ناين طبعا هنا بتقلل ب 0.001 عشان حساسية بتاعت الريلي نفسه. تبقى تحقن وتشوف البيك اب. بيك اب زي الفل 0.9 تنزل تاني واحدة واحدة. نجيب دروب اوف دروب اوف 0.880 تمام جبتها فازة بعد كده فيز تو فيز. يعني اتأكد ان جميع الاحتمالات كلها مظبوطة ان اي فازة تفتح هيشتغل عندك. مش هشتغل عندك يعني هشتغل عندك لا يعني اشتغل ليه اشتغل يعني اشتغل عندك انت تنزل ريلي. ايوه كده تحقن وتشوف الدنيا برضك ايه اللي هيحصل فيها. تبدل طبعا الفازات الكلام ده كله تبدلهم مع الفازات مع بعض. اي بوينت 97.897 ترجع واحدة واحدة لما نجيب دروب اوف دي واحدة بس. طيب ناخدها بقى 3 فيز بالمرة عشان خاطر الحبايب. ناخدها 3 فيز يا معلم تحت نجيب البيك اب ضربات اهو تطلع كده لما يشتغل لك. يشتغل اهو ينزل طيب خلاص خلاص جيب التايمينج. تتكرر نفس الحكايه بس تتعلم على ده وتقول له ام لا ده دوق ضعف الكلام الفارغ بتاعه ضعف السيتنج عادي طبيعي. طبعا عامل له صفر دلوقتي تايم ديلي شايف عامل 28 ملي. لو عملت له هنا الناحية التانية طبعا انا شغال على بي سي ام تاني فبتشوفني وانا شغال. هروح على سيت سوبر فيجن ديفرنشال اللي هي دي احط التايم ديلي هنا بص. طبعا خلاص نفضنا منه ابسط ما يمكن. هنا تحط له التايم ديلي هنا وليكن فين التايم ديلي فين اهو التايم ديلي اهو تحطه هنا وليكن 2 هنا التايم ديلي احطه ب 2 هغير ال 3 فيز 2 واحد هنا وابعته اقول له سيف يس ورايت لما تبعت كذا برامتر في وقت واحد ممكن تبعته واحدة واحدة. بس انا بالنسبة لي يكونوا سريع في الريد ورايت ممكن تبعتهم زي المايكرو يكون اسرع بالنسبة لك. وليكن ده مثال الفيس تو فيس ونشوف هيعمل كام اللي بعد كام. ودي اخر حاجة ممكن تعملها سوبر فيجن
تايم ديلي تحين وتشوف التريب هي امتى. عندك 2.034 سكند. طيب احنا خلصنا دلوقتي السوبر فيجن، عرفنا فكرة عمله، هقفله وهعمله اوف، كله هيتعمل اوف ماشي. وراح افتح هاي امبيدانس ديفرنشال كرنت، هقرا الكود وقتي واحدة نون دايركشنال. نبدأ بالأول بالديفنت تايم عشان نجيب بيك اب ودروب اوف 50% تايم ديلي صفر. نقول له كروز نقول له زيرو رايت. هون هنكون واحد بي سي ام ده انا افتح سيميليشن بس مش اكتر. هنا نتقفلهم تمام كلهم خلاص، وتروح الاوفر كان ديفرنشال بتاخد ديفرنشال ديفنت تايم 50% اوف ايديز ايديز عندك واحد عندك 0.5 والتايم ديلي عشان ديفنت تايم. حط بقى الفوت وصفر طبعا عشان اختار اللي هو بيك اب ودروب اوف ماشي. بعد كده بتغير كرفاتك، كرفات نوع انفيرس فيري انفيرس اكستريملي انفيرس، نفس الكاركترستيك بتاع الريف 615 هو زيه بالظبط نفس التايمينج. كل اي بي شغال على ستاندر واحد وكرفات واحدة خلاص. بعتنا له احنا الحكاية دي، نبدأ نحن بقى نعمل بيك اب ودروب اوف زي الفل. هنا عملنا 1.5 طبعا نغير الكونتابل سنت على طول مش محتاج درايت وشي دريت بوك عشان متعوش. اوكي انا في الحكاية من هنا كده بغير بس نصر لكم تلاتة تعمل رايت ونت اسمي اجين وريت باك وتقول اوكي يبعتها طبعا اوفلاين. طبعا هنا نقول الناحية التانية هنا شوف هنجي تلاتة ثانية لا. بعد كده بغير له كرفاته، اخذ بس وانا اخذ المساعد نورمال انفيرس احط له ملتي بلاير واحد كي وانا بواحد خلاص، واعمل له سيند رايت رول بارامتر واشيل الريد باك عشان ما يطولش معايا. راح انه واحد برضو كشوف التريب بتاعه كام خلاص. بعد كده بتغير بقى كرباتك زي شغل شغل عادي او وات نورمال فيري اكستريم انفيرس ار اي وشغل الاكسبريشن بتاعه من المانوال. اول ما تفتح هنا يفتح لك بعد كده تايم الاعتبار بتاعك، حط واحد وليكن وتعيش بقى كده وانجوي الحياة دي. وهو ده شوف كام طلع كام 10 سكند ولا كام 10 سكند اهو از اكسبكتد. وده كان شرح الرب باصل ما يمكن وابسط ما يمكن. هو ده اللي هي الوسط جدا مفيش اي حاجه فيه اللي اشتغل عليه هيعرف الكلام ده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.